أخذنا كمان العدد الاثنين وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، يعني هي مكونة من 12 سبط. عدد الاثنين وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لثالث. وده اللي شفناه، أن ميلاد المسيح خد عقبات رهيبة جدا طيلة 2000 سنة اللي قبل الميلاد، ما كانش أكتر من 2000 كمان، صعب قوي نحدد هما كان كام سنة. وظهرت، ده بقى عن الشيطان، وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر. له 7 رؤوس، 7 رؤوس، لأن في حتة تاني كمان جاي فيها 7 رؤوس في بعد، لسه بعدين يعني. فأحيانا بيقولوا إن دي مدينة روما، لكن مدينة روما إيه بالنسبة اللي إحنا فيه الوقت ده؟ هو روما أصلها مبنية على 7 تلال، أو أصلها 7 تلال يعني. ومنها فسروا إن دي امرأة الشر والزانية، يعني شوية ده بيتكلم على الأصل خالص. فين قبل جنة عاد؟ وقبل جنة عاد هو الشيطان هناك. وسبعة رؤوس يعني أحكم من كل بني آدم، وده صح، هو أقوى من كل إنسان، يعني حكمته يلعب ده بيلعب برؤساء الدول لعب، يا ساتر، ولعب بالأنبياء الكذابين لعب. واحد نبي كذاب طلع أنك ربنا أرسلني عشان أموت العالم، ده النبي إيه ده؟ وربع العالم صدقوا وشغالين قتل في الناس. الشيطان صعب جدا يحول أي مخ، يحور أي مخ ويلخبط كل مخ. فلذلك تنين عظيم أحمر، ما فيش عظيم بين الملائكة إلا هو، لأنه كان رئيس الملائكة، ربما الرئيس الأول كمان، لو بعد كده بقى ميخائيل. وأحمر الحمار لون الدم، فكما أن المسيح أبيض وأحمر لأنه قدوس وهو الفادي فسيسفك دمه لأجلنا، هكذا الشيطان أحمر لأنه حيث العالم كله وكل أتباعه رايحين جهنم، فهو القاتل العظيم لكل هذا العالم. له 7 رؤوس، رمز الحكمة الرهيبة. لو كانت حواء ما اتكلمتش مع الحية كان حصل ايه؟ ولا حاجة خالص خالص. بس دلوقتي احسن، نفرض ان حواء فهمت الحية، هتلاقي بعيدي عني مش عايز اتكلم معك مثلا. كان زمان الانسان في جنة عدن، هو ايه جنة عدن؟ يبقى ما زال الانسان يعني صديق لله. اذا امتيازك، لا احنا امتيازنا اكبر بكثير، احنا اولاد الله. ف يعني كان الامتياز مش هيبقى بالدرجه اللي احنا حاليا هنحصل عليها لو اكملنا جهادنا. طبعا ما كملش جهاده هيخلص برضه ويبقى افضل من جنه عدن بكثير. جنه عدن في الارض هنا، هيبقى في منطقه في العالم هنا مقدسه قوي، بس يعني لكن مش هنكون شركاء الطبيعة اللي هي دي، لم يقدمها الرب إلا للذين قبلوا فداء المسيح ودم يسوع المسيح، كانش مقدمة قبل كده. كان المطلوب احنا نعيش مع بعض يا آدم وحواء، وربنا عارف انه دم المسيح يسوع المسيح معروف قبل تأسيس العالم، وعارف انه لازم هيحصل، لازم مرتبه كله من الاخر. له 7 رؤوس و10 قرون، رمز القوة الرهيبة، الرؤوس الحكمة الرهيبة، ورقم الحكمة 7، ده الكبير. أما القرون، القرون العشرة، القرون العشرة دي يعني لأنه القرن عبارة عن قوة حربية، بالرب ينتصر قرني،
قوة حربية، لكن الحكمة قوة شخصية، حكيم. فرقم 7 رقم الكمال للقوة الشخصية، ورقم 10 رقم الكمال للقوة الحربية. فهنا هو ليه 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. صور المنظر، على رؤوسه 7 تيجان. ده الرجل ترامب، ترامب اللي نجح، والتاني اللي ما نجحتش هيلاري وترامب، قعدوا قد ايه يحاربوا بعض ويشتموا بعض. مش فاكر انا خدوها كام شهر الحكايه دي، وفي الاخر لا في تاج على دي ولا تاج على ده. حتى ترامب ما خدش تاج، تاج اللي خده، ومش ملك مش ياخد تاج. هو بقى رئيس الولايات المتحده زي رئيس مصر، زي رئيس اي حاجه، معلوش تاج. لكن ده ليه 7 تيجان على راسه، لانه ملك العالم فعلا، اغوى كل العالم بكلمتين لحوله. فعلى راسه 7 تيجان، كل تيجان العالم يرأسها الشيطان. طب من فضلكم واحد يقول لي مين البلد اللي الشيطان مش رئيسها؟ مفيش، مفيش خالص. البلاد العربية طبعا كلهم تبعه، والبلاد المسيحية بدل لسه بلد برضو رئاسها تحت سلطانه. مين أشهر بلد في العالم إنها بلد مسيحية؟ أمريكا، أستراليا، كندا، إيه الأنظمة اللي في أوروبا؟ إيه الأنظمة اللي في كل البلاد دي؟ كلها أنظمة بعيدة عن المسيح تماما، اقتصادية، البدلة الكبيرة مش عايزة الساعد الصغيرة. انجلترا طلعت من التحالف بتاع أوروبا عشان هي بتفقر لما بتشارك التحالف، وأمريكا مش عارف عايزة بتوع العرب يمولوها، فعشان كده بتحابي بتوع العرب. كله زبالة. من يعني يعمل كرئيس دولة لخدمة الله؟ ولا واحد، ولا واحد. فده هنا بيقول له 7 رؤوس و10 قرون، على رؤوس 7 تيجان. ده مين ده؟ ده الشيطان. يعني باين قوي. طيب، وذان أبوه يجر ثلث نجوم السماء. ذنبه يعني الديل بتاعه، تنين، التنين يسولي ديل، التنين ده يعني شرس جدا في البحر خالص، يعني صعب جدا تتخيله حد. فجيله ده، لأن التنين لما يمشي بيهيج البحر وراه خالص، ف بيجر بديله ده كام؟ بيجر بديله تلت نجوم السماء. ايه تلت نجوم السماء؟ لان في تلت نجوم السماء سقطت مع الشيطان وهو الرئيس. تلت نجوم السماء، التلتين عرفوا مكيدته، قال احنا تبع ربنا. فصار ربنا ليه التلتين وشيطان ليه التلت؟ بدل ما كانوا كل ربنا، حتى الشيطان كان رئيس الملائكة هناك، وهو خد معاه التلت. وداها فين التلت اللي هم كانوا في السماء؟ وهو كان في السماء برضو. وداهم فين التلت ده؟ يقول طرحها إلى الأرض، طرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد. هنا بيقول إنه طرح التلت بتوع الشياطين على الأرض. التلت ده مش في السماء، اللي هم الشياطين اللي أغواهم إبليس أو التنين، دول فين؟ دول في الأرض. عشان كده ما نقراش عن وجودهم في السماء. هي مرة واحدة بنقرأ عن حاجة، لكن ما افتكرش هم الملائكة، دي حاجة رؤساء ملائكة، اللي هو عطل ميخائيل يوصل لدانيال في سفر دانيال. لكن ما فيش جيش من الملائكة مثلا في السماء فوق بحيث
راحت الدنيا وخلصته، لا مفيش إلا رئيس ملك فارس، ده يعني واحد من المكلفين وقتها بالمملكة اللي هتقوم، وربنا عايز المملكة دي حاجات كتير قوي. ملك فارس ده غير وجه التاريخ خالص. فلذلك يعني ربما الرب استدعى واحد من الكبار قال له ده عشان أخلص المهمة دي. حتى التنين ما كانش في الأرض، بس التنين وحده هو اللي في السماء. ليه؟ عشان بيشتكي علينا. مين اللي اشتكى ضد أيوب؟ هو ده شيطان على طول دخل، مش حد ثاني دخل ضد أيوب. ومين اللي طلبكم لكي يغربي لكم حين؟ إبليس. إبليس اللي هو شيطان، ده طلب من فوق، لكن الوصل الطلب وصل للمسيح والمسيح وافق. يعني بس ايه، طلبت من اجلك لكي لا تفنى منك، يعني حاجات رهيبه جدا بتجري في السماء. لكن التلت بتاع اللي كانوا ملائكه دول حاليا يملوا الارض، والتنين بقى وقف امام المراه العتيده ان تلد. وقف فين؟ وقف فوق وتحت في كل حته بيتفرج ايه إرادة الله وناوي يعمل ايه عشان يعرفها ويحاربها تحت. وقدر على كذا مرة يلخبط الخطة تحت، ودي طبعا عدالة، مش عدالة، وحكمة وقدرة عظيمة لله، انه ما عندوش مانع يخلي ابليس يعرف خطته وينزل يحاول يخربها، وخربها كذا مرة ورب صلحها. مثال زي لما التنين عرف، انا مش مذكور الكلام ده بالظبط، لكن يعني شايف ان هو ده المتمشي مع القصه، لكن جايز لا طبعا انا ما شفتش حاجه، مش حاجه مكتوبه عندي اقول 100% صح. لكن التنين مثلا شاف القصه بتاعت يهوذا لما اتجوز ثمار البنت الكنعانيه، فراح عمل ايه؟ قال يبقى اصل هو طبعا عارف، يعني يعقوب قال لعياله، يعقوب قال لعياله انه البكري من يهوذا، وكلم عن يهوذا كلام كبير قوي في تكوين 49، ومنه الرئيس خالص معروفه يعني. فلما سمع الشيطان ان يهوذا كده، فخلى يهوذا اتجوز واحده اميه تبع ابليس، ويوزا نفسه كان تبع ابليس. يوزا ما كانش العدل قوي في اخواته. عرفنا من فين، عايزكم تشاركوني بالحكايه دي، عرفنا من فين ان يوزا يعني كان واد خرع كده. ايه رايكم؟ كان موجود وقت ما اخواته بيرموا يوسف في البير، قال لهم ايه ولا حاجه. هو في الآخر اضطر يدافع عن الجوع لأنهم هيجوعوا، فقال يعقوب أنا أضمن لك أجيب لك شمعون وأبو بنيامين، شمعون كان محبوس وبنيامين رايح معاهم هياخدوه، أضمنك ولو ما عملتش لكش كده موت ولادي وبتاع، يعني عمل شهامة كده. وكمان استخدمه ربنا لأجل كرامة الاسم، لأن يهوذا ده هو منه السبط منه المسيح، ان هو اللي يترجى فرعون يقول لا خدني، ما تاخدش يوسف بنيامين، ما تاخدش بنيامين ده، خدني انا، ابويا هيموت لو ما شافوش، وانا مش عايز ابويا يموت. خلى يوسف يعيط ويحضنوا بعض. فيهوذا واخد شيء من الامتياز لانه منه المسيح فعلا، المسيح يهوذا جد المسيح. لكن القصه خربطته، وابنه الاول مات طبيعي، والجيل الثاني خد الست لقى نفسه مش هيبقى الواد باسمه، راح بقى يعني افسد، والثالث حجزه يهوذا. ايه ده؟ عمل الشيطان مش عايز ابن يهوذا ده يطلع على الارض خالص. ربنا طلعه مين؟ طلعه من الثمار الزاني اللي هي بقت ثانيه، يعني هي كانت مرات يهوذا. لكن حصلت لخبطه في الحكايه دي. ليه حصل لخبطه؟ لان دي اللي هيجي منها المسيح، والشيطان عارف كده وعايز يخربط.
اشمعنى دي؟ ما يعمل في حته ثانيه، ما يهمش. انا العب في العيال ده، انا اللي يجي بقى المسيح ده اللي انا مش عايزه، وهكذا كل شويه تيجي عائق كبير قوي لميلاد المسيح. مين اللي بيعمل ده؟ الشيطان. وهنا بقى بيعمل تحت، نعمل تحت يعني لما جه الوقت. و على فكره الملاك ما بيقدرش يتنبأ، قصدي الشيطان ما بيقدرش يتنبأ، بس هو بيسمع. فلما سمع الملاك جه لمريم العذراء، عرف هو انت وانت بقى. طب نلعب بقى، نلعب على الحكايه دي. وقعد يشكك يوسف لما فرسه، وما انا مش عارف اعمل حاجه، كان الرب هو اللي عمل، انا مالي ادخل فكر انا في عمل الله ليه؟ ولا دافع عن نفسي حتى. ده ورا معدن مريم ممتازه جدا. وفعلا بغير ما تنطق الملاك جه ليوسف وقال له يا يوسف بن داوود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك، لان هذه الذي يعني قال له على النبوه تحبل وتلد ابنا. ايه ده بقى؟ مبهور طبعا بيها جدا يعني. واللي حصل ان الشك اللي في قلب موسى ما كانش في قلب يوسف، ما كانش له علاج خالص. سابته 3 أشهر وهو ما عرفهاش، وراجع حامل. طب ايه بقى؟ شوف الشيطان طبخها ازاي. ايه بقى؟ ولا همه، اللي عمل لي كده يتصرف، لا شكت ولا. لدرجه الراجل فكر في الاخر، في الاخر انه يطلقها سرا كده، يعني هي كان الواد ده منه بس خلاص بقى كل واحد فينا في حته، لانه كان بار يعني. ده وصل الاشجار ايه الثالث السابع ما اعرفش امتى، والاخر ظهر له بقى الملك لا تخف يا يوسف بن داوود ان تاخذ. فهنا الحرب، الشيطان بيعرف الافكار سواء اللي سمعها فوق او سمعها في الارض، والرب شغال شغل 100 100، ما خرش الماء في الوقت المعين بالظبط، في الدقيقة المعينة بالظبط، ولد يسوع المسيح. فهنا بقى بيكلمنا عن اللي بيجرى في السماء وعلى الأرض. على السابعة، لا دي احنا ما دخلناش الساعة السابعة. والتنين عدد 4، وذنبوا عن التنين وذانا ويجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض، اللي هم ملائكه قد صدقوه. والتنين وقف امام المراه العتيده ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولد، مستني وهو لحظه الميلاد عشان ايه؟ يبلع الواد. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. أسألكم سؤال هنا لو، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولد؟ إمتى حصل ده؟ كل ده حصل امتى؟ حصل ده امتى؟ التنين قال ايوه انا عارف هتولد المسيح وحموته يوم ما تولد. امتى حصل وعمل ايه؟ هيرودس. بالظبط بالحرف هيرودس. ازاي ده ملك اليهوديه اللي هي بيت لحم تبعه، ووصل هيرودس ده الى يعني الشيطان وصل له ملك اليهودي، لانه عارف انه هو المسيح هتورث بيت لحم، عارفها. اولا الكتاب المقدس حافظه الشيطان، حافظه وبيختار الايات المنتقاه اللي تهز ايمان المؤمن. هو عارف المؤمن الضعيف مين اللي تهز مين ما تهز، هو يحاول يهز ده ويهز ده كمان. لما يهز المهزوز هيرتعش يجيب ناس تاني للشك، لما يهز الثابت برضه بيتخض شوية وبعدين بيثبت، فبيستغل فرصة خضته برضه إن هو يكسب ناس الشيطان على حساب الخضة دي. ففي أيام هيرودس الحكاية أول ما عرف على طول استنى يومين 3، قال لك المجوس ما رجعوش، راح موت كل الولاد
وحسب المنطق المسيح مات ولا ماتش؟ طبعا مات. ليه؟ لانه محدد سن عمل فيه فاكتور اوف سيفتي. يعني هم قالوا له المجوس من سنتين فما دون، فقال لك يا واد جايز هم غلطانين، خليه مثلا لغايه سنتين ثلاثه، نص اتنين ونص ثلاثه، هو عنده ايه؟ موتهم كلهم. يعني ما عندوش مشكله، لكن هو قال حسب السن اللي تجسسه من المجوس. فالمفروض انه مات فعلا، هو مطمن جدا هيرودس انه مات خالص. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد، واختطف ولدها. إذا مين اللي خطفه؟ الى الله والى عرشه. امتى حصل ده؟ في الصعود بالظبط، او في ايام كان برضه، لكن برضه ممكن في الايام، ممكن في الايام، لكن ما كبش طلع فوق. ايه ده؟ خطف منه. يعني كان كل ما يظهر في حته مثلا زي ما سير بيقول الشيطان يتلم، ليه مش موجود في الحته دي؟ لان بعد الايام كان يعني بيتحرك بسرعه بغير عيان يعني. بعدين خطف السماء. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. والمرأة هربت الى البرية. دي بقى حصلت في، بيدخل بقى على ايه؟ على الضيق العظيم. المرأة هربت الى البرية، هو ماسك من اولها لاخرها. بعد اختطاف المسيح، صعود قيامة المسيح، بيوصل الاحداث الاخيرة خلاص. من وقتها للنهارده 2000 وشويه سنه، دي ما فيهاش احداث خاصه بملك المسيح وعودته ليملك على الارض. والمراه هربت الى البريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. حسبتها لنا هبه المره اللي فاتت، طلع سنه السنين، 3 سنين ونص وكام ايه شويه كده، اللي هي دي حصلت بالظبط في معركة هرمجدون وبعد معركة هرمجدون، لكن بيذكرها إن حاجة لسه هتحصل. بعد كده بقى بنوصل إيه؟ بنوصل للسماء. احكي لنا عن السماء في الوقت ده حصل إيه؟ اللي هو الوقت بعد صعود المسيح وصعود المسيح للسماء. حدث إيه في السماء؟ وحدثت حرب في السماء، ده بعد انتصار المسيح وأشهرهم جهارا الشياطين. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته. مين ميخائيل ده؟ ميخائيل وملائكته حاربوا، دول رؤساء الملائكة. هو اللي ظهر لمريم أم يسوع اسمه إيه؟ جبرائيل. ميخائيل ده الرئيس الكبير. والخاص ببني إسرائيل اللي قال عنه في سفر دانيال جبرائيل، بيقول لسفر دانيال لولا ميخائيل ما جالي ما كنتش عارف اوصل لك، لان هو اللي فلته من الشيطان بتاع ملك فارس. فميخائيل ده خاص بشعب اليهود وخاص بالامه دي، مخصص ليهم من السماء لتدبير الخطه اللي هي في حياتهم. وادي ظهر هنا اهو. حدث حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين. في كل حروب السماء السابقة تقريبا، ما اقدرش اكد بالظبط، التنين كان بيغلى. يعني كان لسه المسيح لم يدفع ثمن الخطايا ولم يبرر الشعب، وكنيسته لسه ما عرفتوش. هو لسه ما عرفش، يعني هو عارف طبعا، بس كنيسته لسه ما عرفتوش. يعني كان لسه حارس الصليب ما حصلش، وبالتالي الاحداث اللي بعديها من تمجيد للمسيح انه القيامة و40 يوم قعد وبعدين صعد، برضو كل ما حصلش. هنا بقى اول ما حصل راح رئيس اليهود في السماء اللي اسمه ميخائيل، راح محارب التنين. مش في التنين اللي حاربه، لا هو دكوا حاربه. وحارب التنين، وحارس حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين. وحارب التنين وملائكته ولم يقوا. مين ما قووش؟
على طول التنين وملائكته انهزموا. الموضوع ده على فكرة مهم جدا 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 لحياة كل مؤمن في أي حرب توقع أنها هتستمر لغاية لما يأتي وقت الانتصار. يقينا سيحدث الانتصار، ممكن تستمر شهر، اثنين، سنة، لأنه التنين لا يقدر أن يثبت أمام وقت الانتصار، لابد ينهزم. هنا في كلمتين حرس حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين، ما هي ساكت ده بيحاربوا، رح محاربوا، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، لأن الشيطان مش فاهم إن وقته خلص، وقته انتهى. الشيطان فضل له كام أسبوع ولا بتاع، لا ثلاثين ونص، ثلاثين ونص ويترمي في جهنم، مش في جهنم، يترمي في الهوية، يقعد ألف سنة في الهوية ويطلع منها على جهنم. وصل الوقت خلاص. عشان كده داود يحفى، وعارفين يحفى يعني، يعني نفسه كل الناس تسمع المؤمنين طبعا، انتظر الرب، انتظارا انتظرت الرب، انتظر الرب. ويقول الكتاب لذلك في العهد الجديد، لذلك لا نفشل في أي ضيقة، ننتظر الرب. المؤمن لابد أن الله ينتصر فيه وينتصر به والشيطان تحت الأقدام، لأن الرب ادانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم، شوف بقى الألقاب اللي ليه بقى ده حقه، التنين العظيم الحية القديمة، بيتكلم عن الحية بتاعت حواء، المدعو إبليس يعني المشتكي، والشيطان الذي يضل العالم كله حتى المؤمنين. أيوة طبعا أضلهم، اللي احنا كنا فين يعني، في حد مننا اتولد من امه بره كده؟ مفيش حد. الكتاب المقدس الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله، جميع دول كل البني، كل البني ادمين، كل البشر، موسى منهم ضل، هارون ضل، ابراهيم ضل، اسحاق ضل، يعقوب ضل، مفيش واحد مذكور اسمه أو الإشارة إليه. يوسف ضل بس مش مكتوب له الضلال فين، بولس ضل مش مكتوب له الضلال فين، وكان باين حكاية إن هو اتخانق مع برنابا. مفيش واحد ليس بر ولا واحد. رؤية 12 من عدد 7، وإحنا كملنا شوية لغاية 9 دلوقتي. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، كل ما قواش خالص لم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة، الألقاب بقى كلها، المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. إمتى حصل بقى ده؟ أو متأسف إمتى هيحصل؟ أو حصل ولا ما حصلش؟ هبة بتقول لا، وأنا موافق يا هبة. ليه؟ على صوتك شوية يا هبة. بالظبط، وكمان ده طرح في نص الضيقة، من النص الأولاني خلص من الضيقة. طرح الشيطان في الثلاث سنين ونص الأخيرة من الضيقة، في فترة منها، فترة منها يعني، حتى الضيقة في أولها كان الشيطان بيحارب من السماء، هو ليه سلطان فوق وتحت، مش تحت بس، ده يعني فوق الخطة يدبرها ويعملها كده ويخططها مع ملائكته اللي فوق، وينزل ينفذها مع ملائكته اللي تحت. يعني هو CEO والتاني اسمه ايه، في وظيفتين كده بيضموا مع بعض،
في الأمريكان هنا. أنا مش عارفهم يعني، بس أنا بقراهم في المجلات اللي بتيجي دي. واحد يقول لك أنا وظيفتي الاثنين مع بعض، سي او مش عارف التاني اسمها ايه، غالبا واحد مدير تشريع او مدير تنفيذي، انا مش فاهمه بالظبط. فهو الاثنين مع بعض، يحط الخطه فوق مع ملائكته اللي فوق، وينزل ينفذها مع ملائكته اللي تحت. طرح بقى ايه؟ طرحت معه ملائكته. شوفوا بقى اللي حصل، حاجات عجيبه يا اخي، مش عارف ربنا ده بيستحمل كل ده ازاي. ما تخلصها، لا لازم للاخر، لانه كل شويه بيخلص ناس. كل تعامل من التعاملات دي في ناس بتخلص. شوفوا بقى الكلمه الجايه دي، وعشرة عدد عشرة من رؤيا يوحنا اللاهوتي 12. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه طرح المشتكي على إخوتنا. ده اللي هم شايفينه في السماء، كل شوية يدخل لعرش ربنا، لطيف عمل كذا كذا، موته شريف وكريم، الحلوين دول برضه، يلا شيلهم يا رب من الارض. ده واحد بيلعب مش عارف ايه، والتاني بيلعب ايه ده، بيخربوا عملي في الارض، الشيطان يشتكي عليهم. واي حد فينا غلط، ده بيخرب الدنيا، بيخربك معايا وانا متضايق منه وانت كمان متضايق منه، يلا شيله. يعني حتى المؤمن المهزوز او حتى المؤمن القوي شكاه على طول على كل حد، على كل حد. فلما اترمى تحت، يا سلام على الهدوء اللي ساد في السماء، والراحة، وما فيش شكاية، والقداسة، أصل احنا خلاص قربنا على النهاية. عشان كده بيقولوا هنا ايه؟ وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. هم بصراحة مش قاصدين بس السماء، لا، قاصدين ان كمان في الأرض سيحدث الانتصار في معركة أرمجدون. فضل لها 30 سنة، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا. دي عبارة عن حركة بيعملها الله بعد ما، يعني طبعا كل شكاوي إبليس اللي في السماء 30 سنة كانت مليانة شكاوي، كلها فسدت، كلها غلط، وانتصروا الرب معونة الرب ليهم المؤمنين في الأرض هنا. و المنتظر 3.5 سنين تاني، وبعدين يقيد الشيطان 1000 سنة في الهوية. الهوية دي قبل جهنم، دي الانتريه بتاع جهنم، يقيد يعني زي الايه، زي مثلا المدخل ده لا سمح الله، يعني دي الهوية، وهنا بتبقى جنة، حتة في الأرض هي، يعني غالبا الهوية حتة في الأرض، لأن في كثير من العلماء قالوا إن بنسمع صراخ ناس جوه الأرض، هم يحفروا بيعملوا جسات وبتاع، يسمعوا صراخ ناس، ممكن جدا تكون هي الهوية. والأرض بقى كلها تبقى دي جهنم، بعد ما يتلموا كل الأشرار في يوم الدينونة العظيم، ويملوا الأرض بقى بصراخهم اللي هو لا فائدة منه. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأن قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، نهارا وليلا. إحنا نعرف من سفر الرؤيا إن ما فيش ليلة هيكون هناك، بس مش دلوقتي، ده لسه لما تيجي العروسة. في السماء في ليل ونهار لغاية لما تخلص، لغاية لما تطلع العروسة مع المسيح، لغاية الخطاب بقى فيها خلاص، لا ليلة هناك. وهم غلبوه، وإلى ده سر الانتصار
للكنيسة اللي انتصرت على الشيطان، وهم غلبوه بدم الخروف. حاجتين، دم الخروف وبكلمة شهادته اللي هي انهم بيشهدوا للخروف، عايشين له وبيشهدوا له وما عندهمش حاجة غير كده. عشان كده انا اسف ان الطائف اللي قاعدة تمجد في بعض هنا، وفلان ده مثلث الرحمات ده مش عارف فلان، يا عم الله يكرمك، مثلث كيف هم فين مثلث الرحمات دي؟ هل ملقب واحد في الكتاب المقدس مثلث الرحمات؟ مين ده؟ مفيش. طب جبتهم فين؟ احنا عظمنا الراجل بتاعنا يا اخي. ما السبب عظمتك انت الراجل بتاعك؟ ما تفوقه. في منتهى العجل. نشكر الرب على اي حاجه. لكن الانتصار الحقيقي على الشر وعلى الشيطان وعلى الخطيه وعلى الضعفات الروحيه وعلى الارتباك النفسي وعلى اي مشكله في حياتنا، بندين، دم الخروف وكلمة شهادتنا، يعني أنا أتبع المسيح في أي ضيق، أنا أؤمن بالرب، أنا أثق أن هذا الضيق لابد يتبعه فرج. كل اللي بعمله أنتظر الرب، لأن دي الرسالة السماوية لقلبي. أنتظر الرب، أنتظر الرب، انتظارا انتظرت الرب. الجيش الإسرائيلي قعد 40 يوم بيهرب من جليات، ومفيش أمل خالص. أمل إيه؟ 40 يوم ما فيهمش واحد يقف، طبعا يقف قدام مين؟ ده عملاق، ده قرب ارتفاع الكنيسة، ده أقل شوية كده، يعني لغاية نشيل من الشباك ده حتتين بس، خلاص ده جليات، وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وهو عرضه الآخر قد الحتة الوسطانية دي، إيه ده؟ ده تمثال مش راجل، وقوة رهيبة أسلحة وبتاع. زيك يا كريم كده، مش فارق منك كتير يعني، يمكن قدك 60 مرة مثلا، صدقني مرعب، وكمان لسانه ولا ترامب حتى. ترامب ده اللي في قلبه على لسانه على طول، ما يسكتش أبدا. وأنا شخصيا أول ما سمعته قلت هو ده الرجل اللي ممكن يطهر أمريكا. صحيح، حتى انا سألت الفاتن مراتي قلت له هذا الذي سينجح. طبعا ما جاليش رؤيه ولا حاجه، لكن لقيت واحد هينظف امريكا فعلا. ومش بس امريكا، يمكن العالم كله كمان، يمكن يكون له تاثير كبير على المسلمين. الحياه الراجل امين يا رب، ربنا قويه. انا فرحت جدا لما نجح. ما شفتش انا ولا واحد رئيس دوله في العالم في اي وقت من التاريخ اللي درسته حتى قال انا اكره المسلمين الا هذا الرجل. بصراحة كاملة، وأولها بدأ بيها كده، إيه ده؟ غريب جدا. إن شاء الله ربنا ينصره. يا سيدي، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يا سلام يا رب، عندنا نحن ده المؤمنين اللي هنا، وكملتها إيه؟ ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. لو وقفوا في أي موقف المسيح أو أموتك، المسيح على طول وموجودين وموجودين. من أجل هذا احنا هنكتفي على 12 ده. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. استريحت السماء، استريحت، كان عامل يعني دوشة وهيصة في السماء، فرح يا سماء نزل الأرض خلاص. لكن بالتالي ويل لساكن الأرض، ده نزلنا ولسه ما نزلش، مش كده؟ الويل ده لسه شوية عليه، لسه كتير عليه، يا لما يجي نص الصديقة تروح. ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم. إيه الغضب العظيم اللي نجي فجالك يا إبليس ده؟ حد شاف هيلاري كلينتون وجوزها وأوباما بعد الهزيمة؟ ده يعني هيلاري كلينتون لما تاني يوم بتكلم فايزن كانت جنبي، قالت لي دي بتعيط طول الليل باين على وشها، وكلينتون نفس الحكاية، لأن هما بصراحة كانوا متوقعين عكس كده خالص. في شاه بهبل وعبيط ما يرضاش زواج الراجل للراجل، ده مجانين ايه دول؟
اللي معتبرين الراجل الراجل ده غلط، ده اصح حاجه في الدنيا. وطبعا كانوا ناظرين الحاجه في يعملوها اول ما ياخدوا الرئاسه، اللي هو الراجل مع الحيوان. صحيح ده مذكور اصلا في الكتاب المقدس، لا تلمس بهيمه لنزائها، كانوا بيعملوا كده زمان، فدي هم نسيوها، كانوا عايزين يحققوها، فطارت منهم الفرصه دلوقتي. الحقيقه يعني صراحه الرب رضى على امريكا، ان هو وجد طريقه عجيبه وصريحه وربما تكون مقتحمه، وشخص ما حدش ينتخبه، انه هو اللي صلح الحال. ارجو ربنا ينفذ هذا الامر سريعا، لدرجه رئيس الحزب رفضه، رئيس حزب جمهوري قال له مش همشي وراك. طبعا بعت له بيكاب تهنئة على طول بعد ما نجح. انتظر خير كتير، مصر فرحانه قوي بالحكايه دي على فكره في كل المجالات. حاجه خارج المنهج بس كده عشان مراتي اتهالي، وحاجه لذيذه كده عايزه تفرحوا شويه بيها. في نكته في مصر منتشره دلوقتي بعد هزيمه هيلاري، ان هيلاري واقفه وفي كرسي، ده قاعد عليه مرسي وشال الحجره، شفتوا الصوره دي؟ شال الحجره بين ترامب وهي بتكلم مرسي، يا خيبتك ده ترامب اللي نجح. انا كانت واخده وعد ومتصوره لما تقعد ايه تحب في المسلمين وتدادي الاخوان المسلمين، هم بقى هينتصروا العالم، لا انتصروا ولا حاجه، خاب املهم وقدامهم برنامج اسود هيقدر يحقق في ايه ترامب، الله يعلم. لكن ممكن تكون نهايه الاسلام قربت بالروح اللي حطها ربنا في الراجل ده، ربنا يكمل، انا انتظر خير يعني. افرح يا السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الارض والبحر، لان ابليس نزل اليكم وبه غضب عظيم. احنا جبنا غضب عظيم ده حكايه الفرسه اللي قعدوا شهور كذب. ايه الكذب ده؟ ترامب قال لهم، بس انا ما صدقش ترامب الحقيقه، ازاي يعملوا كده؟ كل التقارير اللي طلعت منهم غلط في التقدم بتاع الليبرز كلها طلعت غلط فعلا. فجأة رهيبه، ايه ده؟ ده ترامب من اول لحظه نجح، اول تقريب من اول ولايه مش فاكر كانت ايه، طلع هو الناجح، والثانيه والثالثه والرابعه. الكذب ما بيوقفش، هم متسلحين بالاخوان المسلمين واله الاسلام والكلام ده، احنا هنقول كده ونوهم الناس ويروحوا ينتخبونا بقى. طلعت على دماغهم. ابليس نزل اليكم وبه غضب عظيم. ولذلك بناء على ربط الاثنين مع بعض، ارجو ما فيش حد يتخيل انه يكذب والكذبه ربنا هينفذها له. ولا واحد يعيش ملتوي ويتصور الالتواء ده هينفعه. الانسان اللي عايز يكون دائما في نجاح، مفيش غضب خالص ولا فرسه ولا اي شيء، تعبان في حياته، يعمل زي مين؟ يوسف. يقول للرب ماليش غيرك، رموني اخواتي ماليش غيرك، انا بعت عبد ماليش غيرك، اتسجنت ماليش غيرك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا وناجحا. كل الالتواءات والمسخره الحزبيه والذات الانسانيه، وانا اقدر افتن على ده واعمل ده واعمل ده، كل ده ربنا يهد الانسان ويهد اعماله السيئه. ولله كل المجد الابد امين. طولت عليكم، ربنا يبارككم. قول يا حبيبي. نعم لسه الضيقه الاولانيه خلصت، بدنا الثانيه خلصوا. خلاص في الوقت ده خلصت. الكنيسه الاختطاف بيجي قبل الثلاث سنين الاولى. تقول ايه؟ لا لا، لما رأى جمهور عظيم، هي في سبب سابع برضو، لما رأى جمهور عظيم
من كل الأمم والقبائل والشعوب أمام العرش. عندك في الختم السابع برضو، قبل دي ولا بعديها؟ هو ده، ده الاختطاف. سؤالك الثاني بقى، طب امال من فين الناس اللي هي اللي حادقها الوحش؟ ما دي مؤمنين، الأزاي مش حادقهم. ومن فين الناس اللي ربنا بيحميهم بعد الضيقة؟ ما هم عنده فوق. في كتير جدا سيؤمنوا في الضيقة، لا لا احنا فوق بنتفرج عليهم فوق، بس فوق في أماكن كتير للفرجة، يعني السماء كبيرة قوي، ففي درجة أولى ودرجة تانية ودرجة صحيح جات، بس مش بالدرجات دي. في مكان مخصوص، عارفين انك مخصوص ما تقعدش هنا، في مكان مخصوص اللي هم اللي بيموتوا في الضيقة دي، اسمه فوق جبل صهيون بالظبط، عشان يشوف الوحش بيحصل له ايه، وبيقتل الناس دي، وهم هيشوفوا بقى نهاية الوحش. هم باصين له كده، دي نهايتك يا وحش، نهايتك يا وحش. يقول لك وجدت الذين ماتوا في الضيقة فوق جبل صهيون، فوق في السماء بس فوق جبل صهيون، عشان يشوفوه بالظبط الوحش تحتيهم. كتاب ربنا عظيم يا بوبس، وربنا يرحمنا يا بنتي، خلينا نتقي الله ونحفظ وصايا، لان غير كده خراب وخراب ودمار. مجد للرب. دي هتيجي بعد شويه فوق جبل صهيون، دي لسه ما خدناهاش.